حضراتكم عارفين طبعا ان صندوق النقد الدولي ارجأ التقرير او اقرار ما يخص مصر من قروض طلبها جمهورية مصر العربية الى اجتماع يوم 29 يوليو الحالي. وصدرت مجموعة من الاخبار في عدد من المواقع حوالين هل صندوق النقد حاطط مصر في جدول اعمال اجتماعي يوم 29، وجدول الاعمال بطبيعه الاشياء يعني بيكون معلن مش سري، ويبدو انه يعني الاخبار دي عملت انزعاج شديد جدا لسيد كوجاك. سيد احمد كوجاك وزير الماليه الحالي والخليفة الطبيعي والمستشار السابق لوزير المالية السابق الدكتور معيط استاء جدا 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 من اصلا انه في موقع او خبر او جرنان يطلع يقول انه مصر تم استبعادها من اجتماع 29. ليه ليه ليه؟ لانه او طبعا اولا خلينا نشوف كده ايه ادي مصدر في وزارة المالية: لا صحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد. السيد احمد كوجاك بيتعامل مع هذا الموضوع على اعتبار ان صندوق النقد ده جمعيه هو داخل فيها وهياخد فلوسها. يعني هو الشهر الجاي الجمعيه عنده، فهو المتوقع هيقبض. وعقله يقول له انه الدوله المصريه بكبرها وحجمها لازم تتحط في الاجتماع ولازم تاخد القرض. طبعا حضراتكم لازم نقول لكم ان القرض ده هيجي على دفعات تقريبا مقتربه جدا من الدفعات اللي احنا لازم ندفعها للصندوق على قروض سابقه. لكن خلينا اقول لكم بس على فكره بسيطه خالص مهم ان انتم تعرفوها في وجهه نظر الدوله المصريه. الدوله المصريه وعلى لسان مسؤولين في هذه الدوله المصريه بيتعاملوا مع صندوق النقد على اعتبار ان هو يعني معلش هي دي فلوسك. يعني بيتعاملوا على اعتبار ان ايه، ان دي مش دي فلوس الدول الاعضاء في الصندوق، فانت كاداره وموظفين بتضايقونا ليه في موضوع الفلوس؟ الموضوع ما فيه هو ان الصندوق حاطط شروط محدده جدا. الحكومه المصريه بتقول ان هذه الشروط المحدده تعتبر قيد على مصر، وانه المفروض الصندوق ياخد باله كده من الاوضاع السيئة اللي احنا فيها والدنيا الوحشة والحر والظروف التعبانة اللي جمهورية مصر العربية ماشية عليها والادارة الاكثر تعبا، فيعدلنا القرض بدون ما يركز كتير قوي في التفاصيل الاجرائية. احنا فعلا بعنا شركات ولا ما بعناش شركات، فعلا نفذنا القرارات والسياسات ولا لا او كده. وبيقولوا الكلام ده في اطار عجيب جدا، يقول لك السياسات العامه للدوله يجب ان تكون هي المعيار اللي الصندوق ياخد على اساسه القرض، رغم انه السيد احمد كوجاك والسيد رئيس الوزراء والسيد حسن عبد الله موقعين جواب رسمي رسمي بطلب رسمي للصندوق هذا الخطاب فيه الاجراءات المحدده اللي الصندوق بيطلبها. فانت كأنك جاي تقدم قرض وتقوله انا هلتزم بالمعايير 1 2 3 4، فما تقدمهاش، فالصندوق يقول لك انت ما قدمتهاش ليه؟ فتقول له الله انت بتدي بقى تضايقني، ما انت اللي مقدم يا استاذ كوجاك، وتلاقي الورق طلع من مكتب حضرتك اصلا ومحمد معيط هو اللي مضى عليه. لكن يريد كوجاك ان ينسى الناس انه ومعيط وجهين لعمله واحده. طيب احمد، خلينا برضو مره اخرى نعود، هي ايه شروط الصندوق النقد اللي قالها لمصر ومنفذتهاش؟ لان هو قال لمصر احنا للاسف الشديد شروط والشراطات واملاءات وفرمانات، ما هو ده يا جماعه الديان لما تروح للدائن تاخد منه ديون. للاسف صندوق النقد الدولي او صندوق النقد عمل ما يشبه الاذعان والفرمان لمصر، هتاخد مني فلوس يبقى لهذا السلطه الحاليه مطلوب منكم 15 حاجه تعملوها. يا نهار ابيض، يعني مش 1 ولا 2 ولا 5، لا 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 15. صندوق النقد المفروض كان الفتره ال 11 اللي فات ده هناخد 820 مليون دولار، يعني مليار الا شويه، ما خدناهمش والمراجعه ما تمتش، ولسه يقولوا يوم 29 الجاي احتمال
يكون حي ان شاء الله هيحنن علينا يعني. طب ايه هي الشروط اللي احنا كمصر اللي النظام ده ما استجابش ليها؟ صندوق النقد اعلن عنها. طبعا ما عرفناش ايه السبعه الاول اللي هم وافقوا عليهم كمصريين، انما عرفنا ايه الثمانيه اللي ما عملوهمش لصندوق النقد. قال لهم بقول لكم ايه، مش هديكم اي مليم غير ما تعملوا الثمان حاجات دول. ايه بقى؟ ايه الثمان حاجات دول؟ رقم واحد تحرير سعر الوقود، يعني ايه؟ البنزين والسولار تحديدا، المازوت، كل الغاز، كل ده مفيش دعم حكومي، ينباع بسعره العالمي. ده خراب طبعا، خراب بيوت، ده خراب بيوت. طرفين البنزين لو وصل زي السعر العالمي الدنيا تخرب، لان الدوله بتساهم بجزء، جزء لو انشال ياثر على الحياه العامه للمصريين. يبقى بيلزم الدوله برفع اي دعم عن الوقود تماما. رقم اثنين بيقول لهم اي عقود مشتريات، اي عقود مشتريات اكثر من 20 مليون جنيه لازم تنشروها على العلن على بوابه المشتريات الحكوميه الالكترونيه، حطوها قدام الناس كلها. اي ما تتصرف في اي جزء كمشتريات تزيد عن 20 مليون جنيه لازم تعلنها على البوابه الالكترونيه. ثلاثه بيقول له تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات اللي بتتابع الوضع الاداري في المصانع والشركات والجهات الاداريه لازم تعلنها قدام الشعب كله. رقم اربعه في تقرير سنوي عن الانفاق الضريبي لازم تنشره برضو. والتاني في تقرير سنوي منشور عن الانفاق الضريبي ازاي. خمسه بيقول له انت كان عندك واردات مرميه في المينا وكانت محتاجه مليارات الدولارات، جالك دولارات، لازم تعلن ان هذه الواردات تم الافراج عنها ووصلت الى السوق المصري. رقم ستة بيقول له في عندك قانون اسمه قانون الاداره الماليه العامه، انشر للناس ايه هي اللائحه التنفيذيه. رقم سبعة انسى بقى خالص، بيقول لهم كده انسوا خالص سجلات الورق ده، الدفاتر دي والجرد السنوي اللي انت ممكن تولع في الدفاتر، لازم تتحول السجلات الورقيه الى سجلات الكترونيه. رقم 8 بيقول لهم دايما عايزين كل 3 شهور وزاره الماليه تعمل تقرير سنوي عن الالتزامات والمدفوعات المتاخره المستحقه للجهات والمؤسسات الحكوميه، وده يعلن. اذا بيطالب بثمان طلبات بيعلنها. من الاخر بيقول لهم اعلنوا للناس، ده كله شفافيه. التقارير السنويه دي كلها عن المشتريات، او تقرير سنوي عن الانفاق الضريبي، او تقرير سنويه او تحويل السجلات الورقيه لسجلات الكترونيه، فيما عدا بس موضوع دعم الوقود ده، انما الباقي كله يقول له انشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لان هو يشعر ان هذا النظام بيغيب المعلومات المصريين وايضا يغيبها عن العالم كله. وهنا دي ثمن الشرطات عشان النظام لم يعمل بها حتى الان، واوقف المراجعه الثالثه او القسط الثالث 820 مليون دولار واصبحت غير مستحقه. النهارده على الماشي كده، النهارده صدر في جريده رسميه قرار من رئاسه الجمهوريه بيفوض مصطفى مدبولي في بعض اختصاصات رئيس الجمهوريه، منها ان هو تصرف بالمجان في املاك الدوله وحمايه الاثار. والحقيقه يعني وبرضه ان يعني تعرفين حضراتكم الموضوع المهم قوي، ان مدبولي السيسي قال له بفوضك رقم واحد اي حاجه فيها بيع بيع، اتصرف بالمجان، اي حاجه فيها نزع ملكيه ومنفعه عامه وعايز تاخدها تبيعها انزع ملكيه وبيعها، اي حاجه فيها قروض شغال. اختصاصات حقيقه يعني قويه جدا جدا. هو بس استاذ احمد هذه الاختصاصات بتعاد تدويرها كل صيف تقريبا. صحيح. يعني من اول سنه من اغسطس سنه 2014 وكل سنه، اخر سنه كانت السنه اللي فاتت كانت في يونيو. صحيح. اول ما الدنيا اتحرر في مصر رئيس الجمهوريه غالبا بياخد اجازه صيف، بس ما بيقولوش بقى اصل ممكن تيجي بيع حلوه دي الاختصاصات، يجي قرض حلو بدل ما يقف الوزراء. صحيح. فيعني دي مش حاجه عشان بس اوعى الناس تفتكر، لانه احيانا الناس بتحسب انه ده لا على فكره تعبير عن مشهد سياسي مثلا بتاع لا، الدستور بيلزم رئيس الجمهوريه
في تفويض رئيس الوزراء، فدي الاختصاصات يعني حاجه مش ناشئه ولا بالزبط جديده بالظبط، ده حاجه دستوريه. بس يعني الراجل برضو زي ما انت شفت يعني هو برضو خايف يخلع بس ان يروح هنا او هنا فتيجي بيعه او قاعده برضو في العالمين الجديده برضو بعيد. والله احنا عاملين دعايه ولا احسن ولا اجمل عن العالمين دي، العالم عالمين عاملين دعايه يعني نار عاملين يعني، فانت فاهم لسه بقى هنزل بقى في الحر وامضي وبتاع. طيب فرئيس الوزراء خلص المسائل دي، بيقول لك احتمال 29 صندوق النقد يدرج مصر مره اخرى سنه 29 لا يوم 29 يوليو جايز، بس بدون تحقيق 8 طلبات دي هيديهم ازاي؟ لا هو هيدرجه، الادراج حاجه عشان هيراجع، ولو راجع هيديله. لا الادراج انه يدرج ملف مصر للمناقشه حاجه، وياخد قرار بالدفع حاجه ثانيه. يعني غالبا احنا تعودنا دول امرين مختلفين، تعودنا الادراج مصر ثم المراجعه ثم الدفع. هو بقى هيدرج هيراجع هيلاقي ما نفذش مش هيدفع برضه. ان شاء الله احنا من هنا لغايه 29 يا مساك هتكون الامور، ممكن مصر في السبع ايام الجايين دول تلحق تعمل اي حاجه. احنا النهارده 22 يعني انت مثلا ممكن يزود البنزين وارد ولو جزئي، هينشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنده يقدر ينشرها هينشر كافة المشتريات الحكومية اللي أزيد من 20 مليون على البوابة الإلكترونية، هتفضح الناس بس ممكن ينشرها. هينشر الإنفاق الضريبي يعني بالمناسبة كل المعلومات دي عنده، هيحول السجلات الورقية دي للسجلات الإلكترونية. صعب تطلب مني حاجات كتير قوي. انا مش انا اللي طلبته والله، صندوق النقد اللي طلب. ما اديني الفلوس وخلاص، مش كده انت فاهمها كده، فلوس وخلاص بقى انت فاهمها كده، بس هي مش كده. المهم ان دولة مصرية كبرى بقى لها 7000 سنة قامت حضارتها على فكرة التدوين والتسجيل والنشر. المسلات في مصر هي صحف منشورة فيها تفاصيل حياة حقبة زمنية محددة أراد المصري القديم أنه يدونها. فإحنا من ثقافتنا تاريخيا هو أن ندون وننشر، لكن ثقافة نظام عبد الفتاح السيسي هو أن يدون ويدكن، يعني حط المعلومات والورق تحت. ليه كده؟ محبش حد يعرف إحنا صرفنا إيه أكتر من 20 مليون جنيه. 20 مليون جنيه دي على فكره مبلغ بالدولار الامريكي لا يتعدى باي حال من الاحوال نص مليون دولار امريكي. صحيح. لكن في النهايه يمكن اقل حتى من نص مليون دولار امريكي، اقل كتير، اقل شويه صغيرين يعني 400,000 ولا حاجه، لكن في النهايه هي عقليه. هي عقليه. لانه لو العقليه دي مش موجوده مش هتلاقي مثلا الاخبار مثلا اللي موجوده النهارده في جريدة الأهرام المسائي اللي بتتكلم عن 11. انت لو برصيت النهاردة على الأهرام المسائي هتلاقي اللي بيحصل في مصر حاجة، طبعا الأهرام المسائي عشان محدش بيقراها فبينشروا فيه، وفي صفحتين كاملين في الأهرام المسائي عن مسمينها كده العالمين الجديدة عروس البحور. البحور بس لو حطيت النقطة تشتغل معاك برضو، لأنه البخور، لأنه دي ناس أصلا يعني إيه عايشة في ملكوت تاني. مسميين العالمين الجديدة عروس البحور، تمام؟ ومن ضمن الموضوعات اللي موجودة جوه الصفحتين دول، صفحتين دول يعني على فكرة يعني مثلا 6000 كلمة يعني. يمكن أقل عشان في صور. لكن من ضمن الكلام اللي موجود في عشان تعرف بس أنت حجم التخريب عامل إزاي، ولسه الصرف موجود بس مش على الواسع، يعني بيصرف بس ما بينشرش جامد علشان خلاص بقى فاهم ان الناس جعانه وظروفها صعبه. لكن في جريده الاهرام المسائي النهارده بيقول لك هيعملوا 11 كوبري جديد في العالمين الجديد. ده هي اصلا ما حدش ساكن في العالمين الجديد، يعني انت بتعمل الكباري علشان تربط ما بين اماكن عشان تحل ازمه مروريه ما. في ناس عبيطه تقول لك ده حلوا الازمه المروريه في مصر. طب والأزمة المرورية في العالمين محتاج لها 11 كوبري ليه؟ مفيش أي سبب موضوعي، بس في رغبة في الصرف. عشان كده رئيس الجمهورية سهل جدا يتنازل عن جزء من مسؤولياته وسلطاته وسلطاته ويروح يقعد في الـ في الـ في العالمين الجديدة اللي بتنسيه مآسي ومشاكل مصر القديمة اللي هو جاي منها دي.
اللي فيها القاهره اللي فيها اسكندريه وفيها ناس زحمه وبلاد صعبه وحاجات ناس كتير كده مطالبهم كتير. فنروح نريح دماغنا شويه في العالمين الجديده وكامل الوزير يعمل لنا بقى 11 كوبري عشان يربطوا ايه بايه. يعني انت 11 كوبري ده انا لو هعتبر لك ان الكوبري ده بيتكلف مليون دولار يعني كام 11 مليون دولار. طبعا ده رقم عبيط جدا انا بقول لك كده من يعني ايه من خيالي وانا رايح يعني. عشان تربط ايه بايه؟ عشان مين مزنوق فين؟ يعني لو جبت لك خريطه العالمين الجديده دي مش هتلاقي فيه حاجات. ويقول لك بقى وهننشئ بوغاز مخصوص علشان ايه؟ عشان الناس تحط مراكبها بقى ويخوتها. دولة عايشة في عصر الدندشة والروقان الملكي بس بقرارات جمهورية وطبعا من فلوس حضراتكم. طيب احمد بس عايز اقولك نكتة مش نكتة مضحكة او نكتة سخيفة. احنا حصلنا من البنك صندوق النقد على قرض جديد بكام؟ ب 8 مليار لما احنا زودناه يعني. لا احنا طلبنا احنا لسه ما حصلناش. طلبنا. انت عارف ان احنا المفروض السنه دي نسدد لصندوق النقد كام من الدين القديم؟ كام؟ 6 مليار و100 مليون. اه يعني اللي لسه ما خدتوش القرض انت ما خدتوش ابو 8 مليار ده انت مطلوب منك تسدد 6 مليار طبعا سددنا 3 مليار منه خلاص بس فاضل في اخر السنه دي 3 مليار 160 مليون برضه صندوق النقد. يبقى احنا منتظرين ال 890 مليون دول وعشان نحط عليهم كمان 2 مليار ونبعتهم اهو مصر تسدد 3 مليار دولار صندوق النقد وتترقب الشريحه الثالثه. ليه بقى حضرتك؟ ده احنا بنترقب الشريحه الثالثه اللي هي هتبقى حوالي مليار الا شويه الا 100 مليون ولا حاجه عشان نحط عليها 2 مليار وشويه فكه عشان نسد. انت متخيل؟ انت متخيل انت بتعمل ايه؟ بتروح تجيب قروض من صندوق النقد عشان تسدد قروض صندوق النقد. والقروض ال 8 مليار اللي سددتهم مثلا اربع خمس سنين في سنه واحده بس مطلوب منك السنه دي تسدد 6 مليار دولار وحوالي 250 وربع ولا حاجه. ده قولوا لي في اي مكان في الدنيا ممكن يكون يبقى ده اقتصادي. ده حضرتك ده مليون في المية اللي قاعد بيدير اقتصاد هذا البلد كأنه قاعد على كيس مطعم أو كشك سجاير. لا 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 مش ممكن. ده حد ليس عنده أي إدراك بالاقتصاد ولا الديون ولا الآن ما يفعله في البلد وبالتالي النهاردة هو حد شغال بدماغه. لا مش مستحيل تقول لي اللي بيعمل كل هذه الأعمال اقتصادي أو حد عنده اقتصاد. المشكلة العميقة إن محمد معيط الله يرحم ايامه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه كان بيقف قدام رئيس الجمهوريه ورئيس النظام والحاكم بامره كده هو المفروض راجل اصلا خريج المفروض خريج تجاره وراجل دكتوراه في الماليه المفروض يقول له ما ينفعش يا فندم كان المفروض يقول له يا فندم هذا ليه اقتراض هيهد الاقتصاد المصري المفروض يقول له لا انما نفذ للاسف وحط علمه على جنب وحط افكاره على جنب وحط المخاطر الشديده اللي بتواجه وطن باكمله الان على جنب. النهارده حضرتك رئيس البورصه بيقول لك فيه احمد الشيخ في 11 شركه جديده ان شاء الله هيحطوها في البورصه. نتمنى يكون بيحطها في البورصه عشان تنشيط هذه الشركات لان للاسف الشديد اي ما تعرف ان بيحطوا في البورصه حاجه عندنا في مصر النوايا مش سليمه قوي كده. عشان الترقية والتنمية والتطوير لا 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 النوايا عشان البيع نحط ساعتك 11 شركة مصرية نحطها في المزاد عشان نبيعها لأي مشتري قادم. نشوف ماذا قال أحمد الشيخ في هذا الشأن. 8 شركات تحت القيد شركات بتزيد الشركات اللي هي بيتم دراستها جديا مش مجرد انها بيجري التفاوض معاها لا اللي هي بدات تتقدم بالفعل المستندات قيد اصبح عندنا دلوقتي 11 شركه منهم 3 في سوق المشروعات الصغيره المتوسطه و8 في السوق الرئيسي يمكن كان من شهر كانوا 6 بالعدد زاد وايدنا من الست دول 2
فالعدد ده بيزيد، ده بيدل على نجاح استراتيجية البورصة وخططها التوسعية في الترويج وجذب المزيد من الشركات، وبيدل أيضا بالأساس على مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري ومزيد من الثقة في الإجراءات التي تتخذها الحكومة نحو تحسين بيئة الاستثمار بصفة عامة. فده نجاح للمنظومة بالكامل. جرين تم نقدها، الأهلي أعتقد خلال فترة قصيرة جدا طبعا ماشي. البورصة المصرية فيها إعادة قيد أستاذ أحمد أهو، وفيها ناس داخلة جديد، وفيها يعني فيها حركة أهو. مش عارف ليه ما شفت الأستاذ أحمد الشيخ وهو ده رئيس البورصة وهو بيتكلم سايب عليا. سايب عليك ليه؟ مش عارف شكله حتى راجل كده، والله العظيم شوف الراجل تحس إن هو أستاذ أحمد مستقصد. لا والله العظيم بص يا بص يا أحمد بص أنت خسرت في بورصة قبل كده؟ والله ولا اتعاملت معاه ولا أعرف بيعمل بتاعه معايا إزاي خالص، بس هو الراجل شوف أصل الراجل بتاع الفلوس المفروض يكون منجن يعني إيه مدندش كده ومدلع ومنغنغ ومدلع يا باشا. هو ما بره حتى ما حلاش دقنه وراجل يعني من كتر الشغل يا راجل مكتئب. شفت راجل بيتكلم ازاي وعلى على على عليه كأن امامه كبير قوي من الهموم والغموم والكروب حاجه حده. الله يكون في عونه الراجل بصراحه، يعني شايل شيله كبيره. هو انا رايي ان هو الخبر اللي هو جاي يقوله انه بينهي 11 شركه يفرحوا. لا يفرحوا ازاي؟ ما هو 11 شركه يحطها في القيد في البورصة. طيب ما هو مجهود زيادة البورصة. مجهود زيادة عمل يعني مزيد من العمل بالنسبة له يعني فلوس جاية في البورصة هنا. طيب ماشي، طيب افرح بقى ولا ازعل؟ المفروض هو يبقى يعني مسؤولية. الراجل شوف صورته زعلان والله زعلان. مسؤولية اصعرف الشركات كلها هتخسر وتنباع. اي والله اهو. تعالوا نذهب بسرعة جدا الى هذا الخبر اللي يوضح الخبر اللي احنا كنا بنتكلم عنه من يومين، وهو انه مصدر في البنك المركزي المصري بيقول تراجع كبير في عائد سندات مصر الدولارية ب 13% منذ اكتوبر الماضي، وبيقول ان تراجع الدين الخارجي لمصر يسجل 153 مليار دولار امريكي في نهاية مايو الماضي، وده يعني باختصار انت العائد الخارجي تراجع الدين الخارجي العائد حاجه والدين حاجه. البنك المركزي المصري بيقول لك تراجع الدين الخارجي ل 158 لانك انت سددت، زي ما من شويه الاستاذ احمد عطوان كان بيقول انت سددت اوريدي بعضا من هذه الاموال. لكن يظل حضراتكم لازم تكونوا عارفين ان جمهوريه مصر العربيه في سنه 2024 التي لم تنتهي بعد فاضل لها حبه حلوين. احنا كان عندنا حاجه و40 مليار وبعدين بالفوائد طلعوا حاجه و50 مليار لازم نسددهم، سددنا جزء لكن يبدو ان ما زال هناك باقي. ربنا يوفق الجميع وكله يسدد ديونه وخصوصا جمهوريه مصر العربيه. لكن مع اداء 11 كوبري في العالمين الجديده يعني ما اعرفش مساله السداد دي هتبقى عامله ازاي، لكن في كل حال احنا بنتمنى انه الاوضاع الاقتصاديه بالذات الاقتصاديه تتحسن عند المصريين. في رايي الشخصي ان الاوضاع الاقتصاديه زي ما بتتحسن اثرها السياسي بيبقى ايجابي، وزي ما بتسوء اثرها السياسي بيبقى ايجابي. لكن الخطر الاكبر هو اثار سياسيه لانهيارات اقتصاديه. طيب يعني برضه انت قلت انهيار اقتصادي برضه يعني انا يعني بتمنى انه ما يبقاش تمام، بس ان هي دي المحصله للاسف انت بتقول يعني. طيب عندي خبر حلو. اتفضل. الدين الخارجي المصري ماله؟ تراجع الحمد لله. طب هو ده مش مشكله؟ لا وانت بس بتقولها انت كده كان خبر عادي. يا عم بيضحك. ايوه عايز تضحك دي. خلاص ماشي عايز الضحكه دي. اذا كان كده ماشي اضحك يا عم اضحك كده وفرفش كده. لا خبر مش عادي. فرفش كده. انت قلت ايه تراجع يا باشا؟ ده انجاز يا باشا. انجاز نقول عليه كده. طب قول لهم انت فاضل لنا قد ايه في ديون السنه دي؟ لا مش عايز اقول بس لا قول لهم بقى عشان والله العظيم لك تراجع الدين الخارجي شعل البهجه زي انت عارف والسعاده زي واحد كده راح انت عارف ايه راح السلف كده 200,000 جنيه ايوه بعدين ربنا كرمه وراح سدد منهم 5,000 جنيه كويس راح لاولاده قال لهم انا عندي خبر حلو ليكوا اولاد الحمد لله ديوننا تراجعت انا سددت 5,000 جنيه من 200,000 جنيه ايوه يا فندم انت عليك بدايه يا فندم ده الدين 158 مليار دولار بشره ولا تنفره بدايه بيحاول اهو بيحاول
طيب انا للاسف حاولت افرح معاك بس برضه على طول بعدها للاسف جابوا لي برضه الزملاء خبر تاني عن ان عجز الموازنه يعني برضه للاسف لسه عالي. يعني في السنه الجايه المفروض الميزانيه السنه الجايه 2024 2025 اعلى 146% من العام المالي السابق. يا نهار اسود، استغفر الله العظيم العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. يعني الناس نفسها في اي بريقة امل السنه الجايه. شوفوا حضراتكم ده اللي طلع فوق ده عجز الموازنه يعني اعلى 146% عن العام المالي السابق، ده عجز الموازنه. انتوا عارفين حضراتكم يعني عجز الموازنه؟ يعني السنه الجايه كمان عايشين في السواد. استغفر الله من كل ذنب عظيم يا رب. ده الارقام بتاعت الساده الان المسؤولين عن اداره البلاد. يعني برضو طب فين يا جماعه التفوق؟ فين الاقتصاد؟ هما فقط حريصين الان على القروض. خلوا السيده رينا المشاط بدل ما كانت وزيره التعاون الدولي بقت وزيره التخطيط، مش عارف وزيره التعاون الدولي، ومش عارف وزيره التنميه، مش عارف تنميه اداريه ايه، كل ده علشان القروض. هذا النظام من يوم ما جه من 11 سنه حاطط كل همه في القروض، يجيب ديون تبقى في رقبه هذا الجيل ورقبه اجيال قادمه. وزي ما احنا شايفين السنة الجاية نسبة العجز المالي تزيد 146% عن العام الحالي. ربنا يستر علينا. ربنا إن شاء الله هيسترها. وآدي سعر الدولار بيرتفع 6 قروش وبيسجل 48 جنيه 38 قرش للشراء في ختام التعاملات، وده سببه بسيط وهيظل هذا السعر يتزايد، بس مش هيقدر نوصل لل 50 طبعا، لأن السيد رئيس الجمهورية أوصى بعدم وصول السعر ده سعر الدولار للخمسين. لكن مسألة إنه البنك المركزي اجتمع ولم يغير ثبت الفايدة على زي ما هي ستؤثر في كل الاتجاهات تدريجيا هتأثر. لكن احنا عندنا انفوجراف صحيح، تعالوا نشوف هذا الانفوجراف ونرجع لحضراتكم على طول. لم يكن مشروع إنشاء لجنة تصفية الأصول التي أقرته الحكومة هو الأول من نوعه، فقد أنشأت عهود سياسية سابقة من بعد ثورة 23 يوليو لجان تصفية خلفت جميعها نتائج سلبية خطيرة، ولعل أبرزها اللجنة العليا لتصفية الإقطاع التي أنشئت قبيل نكسة عام 1967. فقد ولدت تلك اللجنة في 1966 برئاسة المشير عبد الحكيم عامر، وبسطت سيطرتها على إجراءات مصادرة الأملاك الزراعية والعقارية لأكثر من 330 عائلة، ثم توسعت لتتحكم في استبعاد أفراد منتمين لتلك العائلات وأقاربهم من الوظائف العامة. وبعد نكسة 1967 توالت الأحكام القضائية لضرب مشروعية تلك الممارسات، مما اعتبره بعض سدنة الاتحاد الاشتراكي في ذلك الوقت مساهمة من القضاء لإذكاء الثورة المضادة. وبعد رحيل عبد الناصر وتبدل السياسات ثم ميلاد دستور 1971، وكانت قد أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما عديدة بإعادة أملاك لأصحابها وإعادة مواطنين إلى وظائفهم، بل إن وزير الزراعة في عهد تصفية الإقطاع سيد مرعي نقل على لسان عبد الناصر إن تلك اللجنة كانت غلطة.